أدلته لي أتعلمنا بزاف ديال الحوايج، منها الثقة في النفس وكيفاش نكونوا نثقوا في البارتنير ديالنا، وهدلته لي جد مهمة بالنسبة ليا حيت عجبتني واحد لي زيكزيرسيس أثرات فيا وخلاتني ندير واحد، عطاتني واحد لا كونفونتراسيون اللي خلاتني نثق في راسي ونثق في الشريك ديالي اللي غيكون معايا في الرياضة. إيسيتوس لقيت بزاف ديال الحوايج، لقيت بزاف ديال الحوايج في هاد لاتولي، اللي منهم تمارين جداد اللي مكنتش من قبل مكنتش كنشوفهم في شي اتولي اخرين، وكان بيناتنا واحد واخا كانت لغة واحد الحاجز بيناتنا، وكان يمكننا نتغلبوا عليه مع التمارين اللي خدمنا بعديا. مكنتش عارف بلي بان التمارين القدرة من اللي لعبوهم كاع الناس، واخا اختلاف في الثقافات واختلاف في الاجناس قدرنا نوصل لواحد النتيجه اللي هي الانسجام، وتمكنا من نطلعوا واحد المستوى من المستوى من ال بي اس. اول مره كنخدم مع ناس ماشي من نفس البلاد اللي كنسكن فيها وكيهضروا ماشي بنفس اللغه، وعجبوني لي زيكسيرسيس اللي كنخدموا هنايا لحقاش مبدلين شويه، هما خدمنا في حالهم واني شويه احسن من هذوك اللي خدمنا، من جهه ديال الطريقه، من جهه ديال الهدف، من جهه ديال الكونسنتراسيون. انا عجبوني بزاف. أول ما قبل كل شيء كنبغي نشكركم بزاف، يعني أهم حاجة هنا هي تلاقى في الثقافات، لاحظت أن الثقافتين مختلفتين ما بين الثقافة ديالكم والثقافة المغربية، يعني وبالرغم من الصعوبة في اللغة قضينا أننا يعني نوصلوا واحد الميساج المسلوب المسرح قدر يجمع ما بيناتنا، بالرغم أننا عندنا يعني ما كنتواصلوش مزيان باللغة العربية باللغتين العربية والفرنسية أو الإنجليزية. هذا الاتيلي يعني لقيت فيها بزاف الحوايج ايجابيه، يعني استفدت منهم بالنسبه للدروس في الكونسونطراسيون، يعني قبل ما كنت عارف بدا عرفتهم، يعني كنبغي نشكركم بزاف 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 بزاف. اول حاجه يعني خديت تجربه من يعني من الناس اترونجي على المغرب، يعني المصح هو انك خصك تعرف على ناس اللي تاخذ منهم تجربه كانوا مغاربه او ما كانوش مغاربه. اخيرا كنبغي نشكركم بزاف على هذه البادره الطيبه اللي قمتوا بها على مدينه القنيطره، ومرحبا بكم مره اخرى في مدينه القنيطره في المغرب. عجبني بزاف، ما كاينش شي حاجه اللي ما عجبتنيش فيه، كلشي فيه مزيان. عجبني فيه لخاش تعرفت عليكم نتوما الاولين، اللي الناس ما عندهمش نفس الثقافه اللي عندي انايا، وحاولنا نكسروا هذاك الحاجز اللي كاين ديال اللغه، اننا كنتواصلوا واخا ماشي ما كنتعرفوش باللغه. المهم والتمارين ديالو اللي كاينين هنا تقريبا نفس التمارين المهنيه، شويه قاصحين شويه فيهم الخدمه، خصهم يكونوا مخدومين مزيان. ايه سي بون. كاين واحد شويه الفرق ضروري، حقاش ربما انتم الخدمه معاكم هنايا جاتني شويه مختلفه على الخدمه اللي كنخدموا حنايا، خاص ربما انتم كتحاولوا تركزوا على التركيز، يعني بقدر انكم ما كتركزوش بزاف على اللغه وعلى الهضره بزاف، ربما هنا في المغرب كنركزوا على التركيز، مي ما كنعطيوش واحد الاهميه كثيره بزاف، بقدر اننا خصنا اللغه والحوار ما بين الممثل
ياك او الحركات.